Welcome back again, our dear students of El Najah Private School. Here we meet again at the English summer course. Today you are going to continue talking about pronouns. We are going to talk about possessive adjectives and possessive pronouns. Possessive adjectives, صفات الملكية. Possessive pronouns, ضمائر الملكية. As we said before, today we are going to study possessive adjectives and possessive pronouns. Let's start to know the difference between them. What's your name? My name is Mary. It's an easy question. سؤال سهل كلنا بنقوله. لكن سألت نفسك ليه بنقول your؟ ليه بنقول my؟ ليه ما نقولش you؟ What you؟ ليه ما نقولش I instead of my؟ عشان your my دول possessive adjectives صفات الملكية اللي احنا هناخدها النهاردة مع بعض. نفتكر مع بعض الأول ال subject pronouns I, you, he, she, it, you, we and they. طبعا دول خدناهم في الفيديو اللي فات مع بعض. هنليهم علاقة بال البوسيسيف ادجكتيفز. الاي في الصفات الملكيه بتبقى ماي ومعناها لي، حاجتي، ملكي. يو يور، هي هاز، شي هير، ات اتس، يو يور، وي اور، ذي ذير. تعال ناخد امثله على كل نوع من بوسيسيف ادجكتيفز. I am Ahmed and he is my friend. I ده ضمير فاعل subject pronoun و my ده possessive adjective يعني he is my friend صديقي أنا. طب نفترض عندي أصدقاء friends. I am Ahmed and they are my friends. هل اتغيرت my؟ لا my ما بتغيرش، possessive adjective ما بتغيرش سواء مفرد أو جمع، في الحالتين اسمهم my friend my friends، مفيش فرق. لكن my في الاخر معناها لي او ملكي انا. Another example. You are a student and it's your book. You بكلم تلميذ واحد. You انت a student وده كتابك your book. لكن لو بكلم اكتر من واحد ف you are students and they are your books. هل برضه يور اتغيرت؟ لا، يور في المفرد في السنجلر، هي يور في الجمع. ما بيفرقش الملكيه اللي بنملكها مفرد او جمع، ما بيفرقش الملكيه اللي بنملكها دي مفرد او جمع، يور في الحالتين ملكك او ملكهم. Another example. He is my son. His name is Ali. He the subject pronoun ده ضمير فاعل وهيز ضمير سوري صفات ملكيه possessive adjective. His name يعني اسمه علي. Another example. It's a nice car but I don't like its color. It هنا عايدة على الكار. It's الأخير اللي بالأحمر الأخيرة ديت لونها ملكها من الملكية الغير العاقل صفات الملكية. It's color. I don't like its color. Another one. We live here. It's our house. We ده subject pronoun ده ضمير الفاعل. Our هو ده possessive adjective ده صفات الملكية. Our house هو ده بيتنا. Our house. Another example. They are happy. قدامك الناس دي كلها. They are happy سعداء. ليه؟ Their team scored a goal. يعني ايه their team؟ فريقهم، حاجتهم، ملكهم. They هنا فوق يعني ضمير فاعل معناها هم، لكن their حاجتهم their team فريقهم جاب جول. Common mistakes ناخد بالنا منها. في هنقول ثلاث common mistakes. أول حاجة كلمة it's.
It's possessive adjective صفة ملكية بتعود على الغير عاقل. The cat is eating its food. يعني القطة اللي هي ممكن أشيلها وأحط بدلها it بتاكل طعامها. It's food صفات ملكية، الفود ده تبع الكات. في كلمة نفس النطق بتاعها اسمه its برضه لكنها كلمة تانية خالص. دي contraction يعني اختصار لكلمة it is. It is hot today أو أقول it's hot today. كمان its ممكن تبقى اختصار ل it has زي الزرافة اللي قدامنا. It's got a long neck. هنا got past participle فأكيد its ديت it has مش it is. It has a long neck لها رقبة طويلة. دي mistake number one. Another mistake your. Your يعني ملكك صفة ملكية possessive adjective. في your أو you are contraction لكلمة you are. لو خدنا مثال your name is Mark and you are from Italy. Your name اسمك صفة ملكية معناها اسمك. لكن يو دي هنا ديت يو ار دول كلمتين مع يو ار فروم ايطالي نفس النطق يور نيم يور فروم ايطالي لكن دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. ناخد بالنا من المستيك رقم 2. رقم 3 كومن مستيك نمبر 3 ذير لهم او لهن بوسيسيف ادجكتيف ذي ار كونتراكشن اختصار لكلمه ذي ار. لو خدنا مثال ذي ار ماي تشيلدرن. Their names are Ali and Nora. They're. هنا معناها they are. They are. ناخد exercise على الكلام دوت. اعمل بوست للفيديو ووقف وحاول تحل بنفسك وبعدين شغل الفيديو وشوف الموديل انسرز لكل السبع جمل اللي قدامك. اتمنى تكون حليته ودلوقتي اعمل تشيك على الانسرز بتاعتك. زي ما انت شايف اول جمله سام هاز ا كار. هيز كار از اكسبنسيف. سام ده ممكن احط بداله هي فنقول هيز كار ملكيته. اي لايك ساينس اتس ماي فيفورت سبجكت. ذا ستودنتس لايك ذير نيو تيشر. هنا ستودنت جمع ستودنتس دول ذي فنقول مدرسهم their new teacher. Palestine is in Asia وده ممكن نشيله وحط بدلها it. Its capital is Jerusalem القدس عاصمتها أورشليم أو القدس. Its ملكية لغير العاقل. She is my wife تلك هي زوجتي. Her name is Susan اسمها Susan. We are hungry and our food is not ready yet. We ضمير صفة ملكية our food. You are an artist. I like your painting. عجبني البينتينج بتاعك. تعالي نعمل مقارنة بين حاجتين من خلال المثال اللي هنقوله. This is your coffee and this is my coffee. بدل ما اقول كوفي ريبيتيشن كده اهوت انا قدامي القهوتين فممكن ما اجيبش كلمة كوفي خالص. اقول ايه؟ This is yours and this is mine. This is yours and this is mine. Yours وماين دول درس اللي هنقارن بينه الجديد اللي هو ايه بقى؟ possessive pronoun. يبقى احنا درسنا من شويه your و my قلنا عليها صفات ملكيه. طب اللي هندرسه دلوقتي تاني ضمائر ملكيه possessive pronouns yours and mine. تعال نشوف بقى مين هم ضمائر الملكيه بسرعه. نفتكر ضمائر الفاعل قدامك مش هنقولهم تاني فكرك بس بيهم. وضمائر المفعول كنت اخدناهم في الفيديو الاولاني. والنهارده درست من شويه صفات الملكيه وادي اخر جدول اللي هندرسه دلوقتي صفات الملكيه. ماين يورز هيز هيرز وده غير العاقل ملوش ضمير ملكيه ملوش possessive pronoun. ويورز واورز اند زيرز. ناخد امثله عشان نفهم اكتر الفرق بين صفات الملكيه وضمائر الملكيه. مثال اولاني I have a car معناها انا عندي عربيه. ممكن اقولها بطريقه ثانيه this car is belongs to me. This car belongs to me. مي هنا ضمير مفعول معناها تخصني وين بتدي نفس المعنى. ممكن اقولها بطريقه ثالثه this is my car وده لسه شارحينه حالا اللي هو البوسيسيف ادجكتيف. طب انا عايز استخدم بوسيسيف بروناون هنقولها بطريقه رابعه this car is mine. هتلاحظ ايه الفرق بين mine و mine.
my car followed by the noun followed by دايما وراها الاسم المملوك لكن ماين ما لا يتبعها اسم ابدا اللي تملكه ما اقدرش اقول ماين كار غلط ماي كار صح لكن ماين كار لا this car is mine another example these are my keys دي المفاتيح بتاعتي ماي لسه شرحنا حالا بصيغه adjective عايز استبدلها اقول these keys are mine ملكي mine not followed by noun ما تجيش وراها اسم ابدا ما اقولش mine keys ابدا مثال تاني he has some books هو عنده كتب the books belongs to him هنا ضمير مفعول ونفس المعنى بس بطريقه تانية ولسه شارحين حالا الصفات الملكيه they are his books طب انا مش عايز اكتب كلمه books في اخر الكلام اقول ايه the books are his هنا his مختلف عن his اللي فوق اه طبعا اللي جايه في اخر الكلام دي تعتبر possessive pronoun ضمير ملكي مثال اخر we live in that house احنا عايشين في هذا المنزل the house belongs to us that's our house the house is ours ويبقى الفرق بين our و ours our house followed by noun لكن ours ما يجيش وراها noun ومعناها هنا ملكنا من غير ما اقول اسم الشيء ممكن يذكر قبلها لكن ما اقولش بعدها هنا ده possessive adjective ده possessive pronoun مثال تاني these tickets تذاكر ديت belongs to them بتاعتهم them ضمير مفعول ممكن اقولها these tickets are their tickets their ده صفة ملكية possessive adjectives اقولها بطريقة تالتة the tickets are theirs theirs قلنا مش هيجي وراها كلمة tickets لكن ممكن يجي قبلها theirs ملكهم بتاعتهم tickets دي ملكهم theirs نعمل بقى تشيك على اللي احنا شرحناه من خلال اكسرسايز بسيط our math teacher gives what اختار انت بقى too much homework my phone is dead dead هنا يعني فصل الشحن can I use اختار واحدة من الثلاثة don't judge a book by look at the sky واخيرا the keys are ونختار هسيب لك دقيقة تفكر او ممكن تعمل بوست للفيديو وتحل وبعد كده تشغل تشوف الاجابات ايه اتمنى تكونوا حليتوا شوف دي الموديل انسر بتاعتها اول مثال our math teacher gives us ادانا احنا too much homework الفون بتاعي فاصل شحن كان اي يوز يورز ليه ما اقولش يور لا عايز استخدم يور او لازم يجرى كلمه فون يور فون يور فون لكن بما ان مفيش كلمه فون يبقى يورز دونت جادج ا بوك باي اتس كفر وده زي ايديوم مثل كده يعني ما تحكمش على الناس بالمظاهر اتس كفر ده الكتاب هنا غير عاقل لوك ات ذا سكاي هنا اتس لكنها مختلفه تماما عن اللي فوق دي اختصار ات از جوينج تو رين يعني سوف تمطر المثال الأخير the keys are هنا جملتين مرتبطين ببعض ممكن تبقى hers ممكن تبقى yours ممكن تبقى ملكها ملكك ملكي اختار ازاي اقرا مثال الجملة التانية هتلاقي بقول give back to me يعني هما ملكي مين في دول معناهم ملكي طبعا mine of course mine these keys are mine give them to me ليه ما اقولش give it في ناس عندها غلطة بتقول ان الكيز ديت غير عاقل لا هي صح غير عاقل لكن لو كان مفرد كنا خدنا ايت لكن كيز مفاتيح تبقى give them back to me كده احنا شرحنا possessive adjective و possessive pronouns اتمنى تكون فهمتهم وتعمل عليهم براكتس كتير goodbye for now see you soon best wishes and shall we meet again goodbye